يقول: ما رأي فضيلتكم في من يذهب إلى بعض الأشخاص الذين عرفوا لدى العامة بأن الله قد أعطاهم القدرة على شفاء من ابتلاهم الله بالأمراض والمصائب في أنفسهم أو أهليهم باستخدام القرآن الكريم والأدعية النبوية الشريفة؟ ما رأيكم أيضا في من يأخذ أجرا على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز الاعتقاد بالأشخاص أنهم يشفون من الأمراض، لأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، وإنما قراءة هؤلاء سبب من الأسباب وهي الرقية الشرعية. فإذا كان هؤلاء الأشخاص يقتصرون على قراءة القرآن على المريض وعلى تعويذه بالأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الواردة في الرقية، فهذا عمل طيب والذهاب إليهم مباح لا بأس به، لكن لا يعتقد أنهم يشفون من الأمراض، وإنما يعتقد أن الشافي هو الله عز وجل، وإنما هؤلاء يبذلون الأسباب فقط. أما أخذ الأجر على الرقية فلا بأس به، من دليل حديث الصحابة الذين كانوا مسافرين ونزلوا على بعض أحياء العرب فلم يضيفوهم، فلدغ كبير هؤلاء الأعراب ثم جاءوا إلى الصحابة يطلبون من يرقي هذا اللدغ، فأبوا أن يرقوه إلا بجعل، يعني بمال يدفعونه لهم، فتشارطوا هم وإياهم على قطيع من الغنم، فقرأ أحدهم على اللدير سورة الفاتحة فشفاه الله عز وجل وقام كأنما نشط من عقال، لكنهم أبوا أن يتصرفوا في الأغنام التي أخذوها إلا بعد أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوه عنها. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أقرهم على ذلك وقال: اقتسموا واضربوا لمع كن بسهم. أراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب خواطرهم وأن يطمئن نفوسهم بأن هذا شيء حلال، أن هذا شيء حلال، فلا بأس بأخذ الرقية الأجرة على الرقية الشرعية بدليل هذا الحديث. الحديث وفي نفس الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.